يعني عموما هالسنه زينه الطماطه والله زينه خير من العالم. ايش قالت عليها؟ والله السعر زين كطعام كهذا. لا طعم هي نفس الطعم العراقي. العراقيه هسه ماكو ارقام العوديه طماطه راقيه. هسه اكو واحده مستورده؟ لا ماكو مستورده هسه. العفو قصدي صايره مستورده. لا هذا موجود طماطه هاي. شوف لنا واحده شوف لنا واحده بس ارجع لمكانك. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي الطماطه موجوده. ايه اعطينا واحده. وهذه طماطه عراقيه 100% تعتبر عراقيه. عراقيه يعني مزروعه هنا بس كبذور. بذور مو مالتنا. شوف المي ايش قد فيها. شلون هي مي طماطه كلها مي. خير من الله. ها انا خير من الله. سرعه جايبيننا مناك ومن هذا. تعال اشتروا منا ادعم زراعتنا. يا بحاكل طماطه بالعافيه بالعافيه. هم حد جربها. اجرب على مود اشوف المي مالتها. جرب يعني مي كثير بس بنزين ما بدي اقول لك بالنعمه. لا بس حتى اليوم اوضح المواطن يعني ساعه نفس ال بقى صار بقميصه تعوض. خير من الله ما شاء الله. كل الشكر لك وربي يحفظكم. حياك ان شاء الله وندعمكم دائما إن شاء الله يخليك. هلا بيكم هلا بالاستاذ. ومستمر برنامجنا يدعمكم ويدعم الفلاح العراقي. Thank you.